السلام عليكم، هذا هو الدرس الثاني في البايثون. فقبل ما نخش على الليست وعلى التوبلز بنشوف شويه على الاكسبشنز، الاستثناءات. يعني زي ما قال لك ان الاكسبشنز ار ايرورز ذات كراش اور بروجرامز، يعني مرات تصير لك ايرور انت معين يدير لك كراش البرنامج بتاعك، فكيف تحلها عن طريق التراي والاكسبت. يعني تمام، نشوف مثال عليها. مثلا بنوضح تو مثال بسيط اخذته في الـ في الـ في الـ في في المح في الح في المحاضرة اللي فاتت، اللي هو لنفترض ان عندي مثلا نعودها من هنا مثلا متغير اسمه في 2 يساوي الناتج، لازم يكون انتجر انبوت من المدخل، يعني الشخص تو بيدخل قيمة يعني. وبنقول له مثلا انتر مثلا يور ايج عمرك، تمام، وندي لها رن. السله هذه بس بندي لها رن، هذه بس فدرنا توا ندخلوها. لو حطيت الايج هنا مثلا نفترض انها 33 مثلا فرضا، مشت الامور تمام بدون ايرور. لكن لو تعودها مثلا وحطيت رقم فلوت، مثلا فلوت في فاصله يعني 0.6 ولا اي قيمه، حيعطيك ايرور هنايا. ايرور فاليو هو كيورد هذه مخزنه داخل الكومبايلر، فاعطاك هنا ايرور. علاش؟ لان انت معرف لها انتجر. لو فلوت تمشي الموضوع، لكن انت معرف لها انتجر فلازم تدخل لها انتجر. فكيف تهرب منها انت؟ القصه هي عن طريق التراي والاكسبت. تكتب تراي مثلا، تشوفوا هنا تراي، وتكتب مثلا هدايا اللي انت متوقع ممكن المدخل يدير فيه مشكلة، يعني برنت الفي 2 تمام. بدير تقول اكسبت بالسمول اكسبت، والكيورد هي المخزنة تعطي في الايرور اللي فاليو ايرور، هاي فاليو ايرور. تمام، ودي رن. تدخل ايج بتاعك مثلا تو 33 نفترض، مشت الامور ضاع ومشت الامور تمام. نعودوها رن وندخلوا ال 33 بوينت مثلا 5.5 مثلا، ريتها ما طبعش هي، لان يعني صار ايرور في النقطه هذه تو. فشنو يمشي اول ما صار ايرور؟ يمشي الاكسبت طوالي ويكتب نوت فاليد نمبر. فهذه مهمة هلبة في اللوبس، بالذات اللوبس الانفينيت لوب. لو انت تستدعي تدير ريكوست حاجة من النت، يعني من سيرفر معين، وديما في انقطاعات في النت او ديلي او هيك او حاجات زي هي، فانها مهمة ومفيدة التراي والاكسبت. فقلت خلينا نبدا فيها قبل ما نبدا في الليست والمواضيع، يعني ان شاء الله تكون واضحة. نرجع شوية للليست، الليست تكون شكلها زي توا. نعرف مثلا الليست 1 تساوي ال1 أقواس زي توا، مثلا 11 22 44 500 101. لو دير ال1 يعطيك نتيجها شنو فيها. لو تكتب تايب بتاعها شنو نوعيتها توا، حيقول لك ليست نوعيتها، لأن الأقواس زي توا، الأقواس مهمة في الحالة هي. طبعا تقدر تضيف قيمة، تنحي قيمة، دير لهم ري اوردر، دير لهم سورت، دير لهم هلبا عمليات في الليست، يعني تقدر تلعب فيهم. تمام، هما العمليات اللي هي دير لها ابند، تضيف لها قيمة مثلا الواحد دوت ابند مثلا 77، تضيف ابند يعني في النهاية بتحطها، وتدير رن وتشوف الواحد كيف شكلها توا زي توا. تقدر لها سورت مثلا sort زي توا، وتقدر ريفيرت نفس القصة مثلا ال1 دوت sort شوف ال1 صار لها ترتيب تصاعدي، تقدر ال1 دوت reverse نفس الشيء، تشوف ال1 هتلقى تنازل. وهكذا في كذا عملية. نجول التوبلز. توبلز نفس الشيء، نفس قصة الليست بالضبط، ولكن شني زي ما تقول هي نوع من الليست ولكنها ريد اونلي، ما تقدرش تضيف دي لها موديفيكيشن، ما تقدرش تضيف او تنحي او تلعب فيها او دي لها كلير او مواضيع زي هي.
عرفت كيف؟ نعطوا مثال وشوف الاقواس نتاعها، اقواسها تختلف على الليست، هي نوع خاص من الليست يعني. درنا هذه، نشوفوا اللي بعدها. ندير مثلا تيوبل تي واحد، مثلا تيوبل الاولى اقواسها زي توك، مثلا 1 22 45 66 مثلا. شوف تايب اوف تي واحد تيوبل طول ظبطها تمام. هذه غير قابله لل، ما فيش كلير، ما تقدرش تمسح منها او هيك. تقدر شنو تستخدم زي ما تقول يعني فيكسد فاليوز، هي عرفت كيف؟ ستاتيك فاليو يعني. مثلا شنو بتعرف، مثلا انت تبي تعطي قيم مثلا متغيرات اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 بتعرفهم في البدايه للتيوبل هاي، دير تساوي تي 1 ودير رن. لو جيت تشوف الاي 1 شنو تساوي، حتاخذ تلقى 1، اي 2 حتلقى 22، اي 4 حتلقى 66، اي 4 وهكذا. فهي ريد اونلي ليست يعني، ريد اونلي العملية تمام. في حاجة تانية اسمها الديكشنري، الديكشنري اللي هي زي القاموس. لو في السي والسي بلس بلس في حاجة اسمها ستراكشر، نفس الفائدة بالضبط، وحتى في الماتلاب موجودة ستراكشر هذه. فهي نفس الشيء، الديكشنري تخزن البيانات داخلها يعني. زي قال لك انا في كاستمر، شوف الاقواس كيف، شوف الفواصل بين كل شيء وشيء. مثال كاستمر يساوي الاقواس زي توا، دير هيك مثلا تبي تعطي نيم، شوف الشكل كيف، انت المتغيرات كيف تو. زي توا مثلا نيم، نيم زي توا، مش تعطي نيم نفس القصة، بتكون نفس الكوتيشن هي تمام. مثلا زياد زي توا، مثلا ايج مثلا 38 وهكذا يعني. شنو المشكلة هنا؟ يساوي، ما فيش يساوي هنا، في نقطتين. تمام. لو تبي تدير اكسس على اي واحد، تكتب الاسم الديكشنري هذايا والمتغير داخله يعني. مثال يعني تفعلت هنا كاستمر كي، تكتب نيم، لو كتبت مثلا ايش تكلم وهكذا يعني. لو جيت تشوف التايب تاع الكاستمر ديكشنري اختصار دي، تقدر تعطيهم طبعا اسم جديد، مثلا لنفترض ان زي تو الايج مثلا يساوي قولوا مثلا 41 مثلا. رن شوف كاستمر جديد، يعطيك البيانات اللي في وسطها، الاسم قاعد زي ما هو، الايج هو اللي تغيرته في الحاله. ان شاء الله تكون واضحه بسيطه يعني. هي مهمتها وين في تخزين البيانات الحاجه هي؟ لنفترض انت عندك كاستمرز يعني زباين، عندك زبون الاول الثاني الثالث، تبي بيانات عليه يعني كل اسمه كذا. لو عندك تمارة سيارات، السياره الاولى مثلا، عندي السياره الاولى شنو نوعها، شنو اسمها، وشن كم تكلفتها، شن يعني بيانات نتاعها يعني، عرفت كيف يعني، شبيهه بالكلاسز بس مش كلاسز يعني. حنشوفوا الدوالت والفانكشنز، بدير ديفينيشن وتعطي الاسم اي اسم فانكشن والمتغير وتشوف كيف مثلا. الفانكشن حتكون شكلها زي توا، بدير ديفينيشن ديف وتكتب مثلا اسم الفانكشن، بنسميها فانكشن واحد، اي اسم هذا تقدر تختاره هذايا اي اسم. والمتغير اللي تبيه مثلا اي مثلا، ما تنساش هنايا في نقطتين، دير برنت اي مثلا. دير رن تو، هذه الفانكشن تخزنت خلاص. لنفترض ان بنستدعيها، بندير فانكشن واحد بنعطي قيمه 4، حيطبع 4 4. لنفترض نبي يعني الضربه يعني، حاصل القيمه اللي بتبصيها بتنضرب في نفسها وترجع يعني 16 تمام. فبسيطه تقدر الفانكشن تستقبل اكثر من متغير، مثلا اي بي، ودي مثلا اي في البي يعني، انت بعثت لها زوز قيم هي الاي والبي، وحتطبع لك حصل ضربهم يعني، مثلا 4
احنا لازم ندير رن جديد لانك انت غيرتها، فلازم ندير رن جديد للسل هذه اللي فيها الفانكشن. طبعا هنا لو درته حيدير يعطيك ايرور هنا، لان انت ما مش موجود هي. دير مثلا 3 4 في 3 حيرد 12. تمام، بسيطه الفانكشن وجميله يعني. نقدر نستخدم مثلا وتحطه في وسط لوب مثلا معينه، زي ما خدناها في الحصه اللي فاتت. مثلا تبي الوايل لوب ولا الفور لوب عادي، نفس الشيء، نفس الفائده يعني. مثلا دير وايل مثلا اي اقل من 11، مثلا نعطي الاي من الاول تساوي مثلا 1. بنستدعي الفانكشن هذه، طب ما تنساش النقطتين هذوما، بتستدعي الفانكشن هي مثلا كل مره الاي بتنضرب في 2 مثلا. تمام، فانت شني بصيت للاي هنا و2، ف2 دي متابتة هنا حتكون البي يعني، عرفت كيف؟ هنشوفه نتش دي ما في 2، دي ما في 2 علاش؟ لان ما درناش الاي. تمام، ما درناش ترمينيشن للاي، شفت هنا اي تساوي اي بلس 1 او اي مثلا هيك اخذنا المره اللي فاتت اي زائد تساوي 1، يعني كنا اي هذه وكانها اي تساوي اي بلس 1. تمام، انا استك عندي جهاز شويه زي ما نشوفوا تو الناتش هذايا زي تو، تكون 1 في 2، 2 في 2، 3 في 2 وهكذا يعني، زي نشبه في تو. تمام، المهم فهذا هو برنامج وضحنا تو الفانكشنز وشفنا الليست والتوبلز وش الفرق بيناتهم. زي ما قلنا الليست هي تخزن في بيانات، ونفس الشيء التوبلز، لكن التوبلز هي زي ما تقول تتخزن مروح لما عادش تقدر لها موديفيكيشن، عرفت كيف؟ في عندك حاجات مرات في البرنامج تبيها ما تتغيرش بكل انت، عرفت كيف؟ فهي تعرفها كتوبلز، اما الليست ديما قابله للتغيير يعني. تمام، طبعا الليست في حاجه ثانيه بنقولها في الليست، مش شرط انها زي ما خدنا ال1 تساوي مثلا خديناها شكلها زي تو 2 44 بعد 55 زي تو، مش شرط تاخذ نفس القيم هيك، تقدر تعطيها حتى سترينج في النص يعني مثلا عالي. شوف ال1 زي تو يعني، مش شرط ما تكون بس قيم مثلا قيم صحيحه او غير صحيحه او هيك يعني، تاخذ زي ما انت تبي يعني. تمام، هذا هي في محاضرة اليوم. في المحاضرة الجاية حتكون شنو؟ حتكون عمل الكلاسز يعني.